بحب قوي اكتر حاجه في الارت ثيرابي ان هو اكسسبل لكل الناس، انه مش لازم اي ارتستيك باك جراوند عشان حد يروح لارت ثيرابيست. بيساعد الناس ان هم يعبروا عن نفسهم، especially في حاجات ممكن يكونوا هم اصلا مش مدركينها او مش aware of it، عشان هو بيأكسس الـ unconscious شوية، الحاجات اللي في اللاوعي بتاعنا. وبحس ان دي حاجة حلوة قوي، عشان عادة لما احنا بنقعد نتكلم او كده بيبقى في defense mechanisms دايما بنستخدمها to protect ourselves، فهي بتبقى مفيدة في اوقات، بس في اوقات تانية بتحمينا من حاجات تانية بت cause even bigger problems. ف through the art بنقدر نأكسس الحاجات دي بطريقة indirect وفي نفس الوقت non-threatening للشخص، عشان مش بيستخدم الكلام، لأنه هو بيبقى الشخص in complete control of the art making اللي هو بيعمله.